بوسطة بوسطة قبال ترفع صورة ليكي. فكري لـ30 ثانية فقط، هل انت في امان؟ يعني ممكن الصورة دي تسبب لك مشكلة مستقبلا قبل ما توثقي لحظات خاصة ليكي مع صحباتك او اهلك. تأكدي انك محتشمة، لانه انت ما عارفة انه التلفون ده بكرة ممكن يتسرق لا قدر الله، وتكون كل خصوصياتك في يد زول ممكن يكون ما عنده أخلاق ويبدأ ينشر لك في النت كل حاجاتك الخاصة. والمجتمع بيقى ما بيرحم زول، بيقول أكيد انت صورت الصور دي ولا الفيديوهات دي، هتسمع روايات وحكايات وقصص. والغريب انه الصور العادية ما بتتنشر ولا بتنتشر، لأنه ما حيوري الناس حاجة متعودين عليها. لكن لو لقى له صورة خاصة في البيت أو مع صحباتك، ممكن بعد أسبوع تكوني مريتي على كل أرقام الواتساب وحسابات الفيسبوك. والغريبة إنه الناس بترسل الصور دي لبعض لشنو ما تعرف، خليها تجيب عندك، ما تساهم في انتشار خصوصيات زول، لأنه ممكن يجيك يوم تتمنى الناس تسترك، لأنه كل زول فينا عنده حاجات ما عايز زول يشوفها ولا يعرفها. والمدهش جدا إنه في بنات تانيات عاديات بيشيلوا الصور دي وينشروها على انها صورهم. طيب ليه ما تستعملي صورة خاصة بك بدل صورة لزولة تانية؟ خليك شجاعة وارفع لك صورة شخصية ليك. يا عزيزتي فكري قبل ما تضغطي على زر الالتقاط، هل انت في امان؟ احرصي من اقرب الناس ليك وخافي على حياتك وسمعتك، لانه الناس ما عندها غير التشهير بين الناس بجد. وانت عليك انك تحرصي على خصوصياتك قبل ما تبقي في يد زول لا برحم لا بخاف الله فيه. وتمتد الرؤية بعض الرؤية إلى الأبد. محمد أبو القاسم محمد. بسطة بسطة.